من الوقت الواحد بيبقى في البيت اكتر، ليه طقوسه الخاصه وبيتفرج شويه على المسلسلات وبيعمل بيعمل حاجات معينه. كل واحد بقى بيبقى في بيته وبيعمل طقوسه الخاصه. يعني حابب اسالك عن الاعمال الدراميه يلي جذبت انتباهك هالعام. بص انا ما قدرتش اتابع كل المسلسلات طبعا غصب عني، بس في مسلسلات كتير حلوه، يعني ابيل حلوه قوي، ولد الغلابه، وحدوته مره، مش عايزه انسى حد، وزي الشمس. فانا لسه ما تابعتش كله، عايزه اشوف دنيا سمير غانم، وعايزه اشوف حسن رداد وايمي، يعني في مسلسلات كتير، فانا عايزه الحق اتابع كله عشان يعني ابقى شفت كل المسلسلات. كيف بتشوفي العمليه الانتاجيه السينمائيه في مصر، خاصه احنا بنتكلم عن اقوى 5 افلام راح تطرح في عيد الفطر؟ طب دي حاجه كويسه جدا، يعني اكيد انا بتمنى ان احنا نفضل في تقدم، وان صناعه السينما وصناعه الدراما تبقى في تقدم. دي حاجه يعني بتهمنا كلنا. هلا بالتاكيد جمهورك لما بيشوفك بحب يعرف اعمالك المقبله، سواء في دراما سواء في سينما جديده، شو اعمالك المقبله؟ لسه دلوقتي انا بقرا كذا عمل، ولسه ما قررتش اختار انهي فيهم، بس ان شاء الله يعني في حاجه قريبه باذن الله. انت اهدافك بتتمثل في ماذا، وشو الشخصيات اللي حابه تجسديها كشيرين؟ يعني انا ببقى نفسي قوي ان انا اغير، يعني ان انا اغير، يعني يبقى الشخصيات بعيده عن بعض شويه، فبحاول ان انا دلوقتي ادور على دور يبقى شويه مختلف بشكل عام. بشكل عام عن اللي انا عملته قبل كده، يعني بدور على حاجه يمكن يبقى فيها اكتر اختلاف عن الحاجات اللي انا عملتها قبل كده.